سيحل نادي حسنية أكادير ضيفا ثقيلا على اتحاد طنجة برسم الجولة الثالثة من منافسات البطولة الاحترافية إنوي. الاتحاد وبعد هزيمتين سيسعى لتصحيح المسار والظفر بأولى النقاط، ولو على حساب نادي حسنية أكادير العنيد الذي حقق نتيجة الفوز خارج الميدان على حساب النهضة الرياضية البركانية وتعادل داخل القواعد أمام أولمبيك خريبكا. بادو الزاكي سيدخل المباراة منقوصا من خدمات عدة أسماء بداعي الإصابة، شأنه شأن البرازيلي ماركوس باكيتا الذي سيكون محروما من خدمات بعض الأسماء بسبب عدم تأهيلها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. المباراة سيقودها الحكم الشاب سعد وريد من عصبة فاس مكناس، فيما أسندت مهمة قيادة غرفة الفيديو المساعدة للحكم منصف زين العلوي. ومن المنتظر أن تجرى المباراة وسط حضور جماهير كبير يليق بقيمة الناديان معنا.